مثل ما قلنا أكو اختلاف بين هذا الرسم والرسم السابق. في هذا الرسم حيث لا يوجد low limit discharge thermostat، هنا أنا ما موجود عندنا، بينما بالرسم السابق، هذا الرسم السابق اللي شفناه، هذا هو low limit discharge thermostat اللي عندي موجود، اللي يدخل أيضا بسيطرة على هذا السولينويد فالف. إذن ما موجود عندنا هذا low limit. وقلنا بأنه هذا الروم ثرموستات يسيطر اللي على حركة الدمبرز اللي عندنا موجودة هنا. أنا هذا الدمبر اللي موجود هو الفيس هنا، بس الحركة الثانية بالنسبة للباي باس هذا هو يكون نورمال اوبن، ومرتبط مع مرتبط شو اللحظة اللينك اللي هنا عندنا موجود، هذا اللينك يرتبط هذا الدمبر، هذا الدمبر مال الفيس مع هذا الدمبر مال الباي باس، هذا اللينك اللي عندهم، هذا الدمبر مال نسميه الفيس هو نورمالي كلوز، هذا نورمالي اوبن اللي عنده موجود. فا اي هنا هسه عندنا هذا السينويد فالف سيطر لي على الريفرجرنت ليكويد اللي ذاهب الى الدايركت اكسبانشن كولن كويل. وقلنا مثل ما قلنا انه الحجم التصميمي او المساحه التصميميه اللي مسموح بها اللي يمر بها من خلالها الهواء، كميه الهواء تكون مصممه حتى ما تسبب لي مشاكل انجماد. اجي على هذا الرسم وهو الدايركت كولينج كويل، دايركت اكسبانشن كولينج كويل سانكشن بريشر كنترول. فنخلي هنا انا اكون سمي علينا الباك بريشر فالف، نسميه الباك بريشر فالف. هذا الباك بريشر فالف يكون على الريفرجرنت سكشن هذا اللي عنده موجود، ذهب للكمبرسر، هذا هو الفاريبل باك بريشر فالف، الفاريبل باك بريشر فالف مسيطر عليه من قبل الروم ثرموستات بواسطة اكو عندي ريفيرزنج ريلي، اكو عندي ريفيرزنج ريلي. عندما درجة حرارة الغرفة تقل الصمام هذا سوف يغلق ويزيد من السكشن تمبريتشر، السكشن تمبريتشر، ويقلل الكاباسيتي مال كولن كويل، تقل الكاباسيتي اللي عندنا اللي موجود. بينما الريفيرزنج ريلي يسمح للباك بريشر فالف بالعودة إلى نورمالي أوبن، يسمح بعد ذلك بالعودة إلى النورمال، لأن هو يكون نورمال أوبن بالأساس من حقق المطلوب اللي عنده من عنده الغرض من عنده، يرجع إلى النورمالي أوبن مالته. هذا الرسم نسميه Direct Expansion Cooling Section Pressure Control. أكو عندنا هنا أنا هذا الرسم نتعامل مع نسميه الهارد كاز باي باس كاباسيتي كنترول، الهارد كاز باي باس كاباسيتي كنترول يستخدم لغرض السيطرة على سعة التبريد، ويستخدم معه الكونستانت بريشر اكسبانشن فالف لغرض السيطرة على ضغط الإيفابوريتر بغض النظر عن الحمل الحراري. وهناك محددات لهذا الاستخدام، وهي البريشر دروب في الأنابيب السيستم، ونسبة الباي باس من التدفق الكلي، النسبة اللي يمر بالباي باس من التدفق الكلي اللي عندنا موجود. فأي هنا اللي عندي موجود، هذا هو الروم ثرموستات، الروم ثرموستات اي سيطر لي على الفالف مال باي باس، الهارد كاز باي باس
وهنا عندي اكو الكونستانت بريشر اكسبانشن فالف، هو اللي نسيت هذا هو يسوي فد شورت ما يمرر الغاز للكوندنسر، يمرر رأسا للكولن كويل، يمرر رأسا للكولن كويل، هاي فقط في الدايركت اكسبانشن كويلز. هنا عندنا كومبرسر، هنا اكو هاي هي الدورة اللي تمر بالبايباس، هذا هو الكوندنسر. فالروم ثرموستات يسيطر لي على هذا، يسيطر على هذا اللي عندنا موجود. هسه اجي الى هذا الرسم نسميه direct cooling two stage control، direct cooling two stage control يعني ايش تقصد بها two stage control؟ فاكو عندي first stage cooling، اكو عندي second stage cooling. هذا الكولينج كويل الانابيب مالته تكون مصممة أو مرتبة على شكل روز، مو سكشنينج، روز يعني هنا صفوف هنا. فهذا الصف الأول من الأنابيب، الصف الأول من الأنابيب نسميه first stage cooling، أما الأنابيب الصف الثاني والثالث والرابع أو الآخر نسميه second stage cooling، second stage cooling. فنلاحظ هنا نلاحظ أكو عندنا expansion valve لكل stage، expansion valve لكل stage اللي عندنا موجودة، أو أيضا أكو عندي سينويد فالف، سينويد فالف لكل stage. يسيطر على سينويد فالف هو two stage room thermostat، two stage room thermostat. ف هنا اللي عندي موجود two stage direct expansion valve، two stage direct expansion will often provide adequate capacity control. The settings should be made by rows of coil rather than sectioning the coil. ما نسوي على شكل مقاطع، بينما نسوي على شكل rows اللي عندنا موجود. أول rows، أول rows، the first rows هذا اللي عندي موجود هو يمثل الأكتف كويل، هذا يمثل اكتف كويل اللي عندنا موجود. وتقريبا هو هذا الكويل يؤدي لفعالية التبريد، يعني نص الكباسيتي ما السيستم هو يؤديها باول روز اللي عندنا موجود. اذا صارت عندنا مشاكل راح يعبر الى مشاكل انجماد السعده، راح نقطع عنه، يعبر الى السكند ستيج اللي عندي موجود. هسه وصلت الى chilled water coils، chilled water coils. Chilled water or brine coils are controlled in much the same way as heating coil. نفس الطريقة اللي سيطرنا عليها بالheating coils هنا نسيطر نستخدمها بالchilled water أو brine coils اللي عندنا موجودة. هنا راح نشوف صمام ثلاثي، وهنا عندنا سينوين مالته، وهنا room thermostat يسيطر على هذا cooling coil، هذا cooling coil. هاي chilled supply وهذا روتين عندنا موجود. فهذا الاستخدام نسميه cooling chilled water three way valve، ويستخدم معه the three way valve or saturated through valve أو modulating valve or two position valve.
وتضاف إلى أكو recirculating pump. تضاف إلى بعض الحالات كلش ضرورية اللي هنا للحصول على سيطرة دقيقة لدرجة الحرارة، وكذلك تجنب الانجماد اللي يصير على الكولن كويل اللي عندنا موجود، وأيضا حتى ما نحتاج إلى خلط الهواء، نخلط الهواء مرة الأخرى، فنستخدم السيركوليتينج ريسيركوليتينج بام. Circulating pump is very useful in two cases for extremely accurate temperature control and to avoid freezing in those situations where system geometry may make it impossible to avoid stratification of mixed or partial preheat air. أي حكي اللي قلنا قبل قليل. هسه هذا عندنا بس ضفنا فقط المضخة هنا ومنظومة الثري واي فالف اللي عندنا موجود والكولنج كويل حتى ندور الهواء ندور الماء. هسه عندنا وصلنا إلى الاير واشر وذ بري هيت. الاير واشر وذ بري هيت. An air washer with a preheat will not control the upper limits of humidity. Air washer with a preheat ما يقدر يسيطر على the upper limits of humidity. نلاحظ هنا outside air هنا عملية تسخين اللي preheat، وهنا اللي عندنا موجودة air washer إضافة تحت constant wet bulb temperature. هذا الإجراء يكون تحت constant wet bulb temperature. هاي leaving مال الواشر. هاي نقطة leaving مال الواشر. قد تصير قريبة إلى saturation. قريبة يعني ترتفع الرطوبة. النسبة relative humidity ترتفع. زين. من أجل معالجة هاي المشكلة اللي عندنا أكو طريقتين من أجل معالجة هذه المشكلة أقعدنا طريقتين نشوفها. هي اكو هاي طريقة هنا اجي البريهيت نفس الحالة الأولى البريهيت واكو عندي السبراي هذا السبراي اللي عندي موجود بس ما اقدر اسيطر على الأبر ليميتس اوف هيوميديتي ما اقدر اسيطر عليه. أكو عندي البريهيت كويل التسخين هسه شفناه على السايكرومتريك شارت هذا على السايكرومتريك شارت شفنا التسخين هنا سنسبل هيت وهنا أكو السبراي أضيفه هنا هذا الإجراء مال اير واشر هذا الإجراء هنا أكو إليمينيترز هاي مصدات حتى توخر قطرات الماء المتبقية في الهواء في مسار الهواء ترجعها إلى هذا الحوض. هنا عندي الميك اب تعويض هنا عندي البام وهنا عندي الروم ثرموستات هيوميديستات روم هيوميديستات يسيطر لي على هذا الفالف بس ما عندي سيطرة على الأبر ليميت أوف هيوميديتي مثل ما قلنا عليه to control upper limits of humidity to control upper limits of humidity. Heat and or cool spray water, heat or cool spray water
with heat exchangers, humidistat control, heat exchanger supply valves to obtain accurate control of humidity. لاحظ بالنسبة هذا للشتاء هذا هاي النقطة بالنسبة هال هنا أنا بالنسبة للشتاء هنا الحركة شو هتصير؟ asynchronous chart. أما بالنسبة للصيف هنا أنا هاي leaving washer. هسه أول طريقة هي هنا عندنا نضيف أو هنا عندنا heat exchanger. هذا heat exchanger تبادل حراري. نستخدم الستيم أو hot water لتسخين الماء اللي راح احنا نسوي له سبراي بالدكت أو عملية تبريد اللي هنا تتم. استخدم chilled water or direct expansion coil or direct expansion coil. هنا أنا كل من عليها اكو فد valve. هذا الفالف هذا بالنسبة للهوت ووتر أو الستيم يكون هذا نورمالي هذا سينوت فالف يكون نورمالي أوبن. بالنسبة للشيلد ووتر أو دايركت إكسبانشن كويلز يكون نورمالي كلوز. اللي سيطر عليهم هو الروم فرمو الروم هيومدستات هيومدستات الروم هيومدستات حتى سيطر على الرطوبة إيش قد عدي هنا أنا. الرطوبة اللي هنا أنا إيش قد عدي حتى عالج المشكلة. المعالجة الثانية تتم أضيف بريهيت كويل. نحن أضيف بريهيت كويل وأضيف أيضا الكولن كويل. نحن هذا الكولن كويل عندي فأني أضيف الكولن كويل وأيضا أنا أسوي يعني عندي هذا منظومة الاير واشر. هذا الاير واشر حتى أحصل على نقطة هنا يعني هي الرطوبة المطلوبة اللي عندي موجودة. فهذا هذا الكولن كويل هو يزيل الرطوبة الزائدة يعني عندي أكون متحسس هنا على المقدار الرطوبة فيتحسس هذا راح يزيل ويتحكم بالكولن كويل هنا ويتحكم أيضا بالبريهيت كويل بالبريهيت كويل أيضا. أكو عندي هسه الآخر فقرة لأنها موجودة أكو الستيم هيوميديفايرز. الستيم هيوميديفايرز هو هذا أبسط أنواع حتى أسوي أضيف رطوبة أخلي بالدكت مباشرة نوضع بالدكت بس هذا يحتاج إلى معاملات بفترة فترة معاملات كيميائية لغرض حتى هاي النوزلز ما تنسد نحتاج إلى ومرات يسبب مشاكل يعني تلوث بكتيري يصير بعض الشغلات اللي هنا فبعض الأنظمة ما تستخدمه بس هو رخيص وسهل الاستخدام. شكرا جزيلا ونتوقف هنا في إنهاء محاضرتنا. إن شاء الله نكمل في المحاضرة لاحقا.